الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في سابع محاضرات التحكيم التجاري الدولي. موضوع اليوم هو الوجه الآخر أو الوجه الأخير من أوجه اللجوء إلى التحكيم، وهو التحكيم بالإحالة. نص المادة 6 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 94 على إذا اتفق طرف التحكيم لإخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد ناموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذه المادة. لكن هذه المادة أوضحت لي أمر مهم جدا، وهو الوجه الثالث من أوجه اللجوء إلى التحكيم، هو التحكيم بالإحالة. التحكيم بالإحالة يتم بناء على اتفاق بين الأطراف في أنهم في حالة نشوب نزاع على العقد المشمل بياناته، ده بند من ضمن العقد الأساسي، أن يلجأوا إلى التحكيم في الاتفاقية كذا، أو أنهم يلجأوا إلى التحكيم في مركز تحكيم كذا، أو يلجأوا إلى العقد أو الاتفاقية المشار إليها بتاريخ كذا. ده نوع من أنواع التحكيم بالإحالة. يعني أنا بحيل أو بشير إلى نموذج أو اتفاق أو تعاقد خاص بأحكام التحكيم. إحنا هنلجأ إلى مركز القاهرة الإقليمي، مركز شرم الشيخ الدولي للتحكيم، هنلجأ إليه هناك. هو عنده لائحة، هذه اللائحة تشتمل على طريقة التحكيم وعرض النزاع وأسلوبه وسريان إجراءاته، وقائمة بأسماء المحكمين المقيدين لديه، وتختار منهم وأعدادهم وما إلى ذلك، ويصبغ هو كافة الصبغة القانونية الخاصة بهذا الموضوع. قد يشتمل الاتفاق نفسه على التحكيم وجه من أوجه اتفاقات الإحالة. إزاي؟ أنا قلت إن أنا في حالة وجود نزاع على موضوع العقد الأصلي هلجأ إلى التحكيم. طيب، أبرمت اتفاق عشان ألجأ إلى التحكيم، وأنا ببرم الاتفاق قلت إن القانون الذي سوف يكون واجب التطبيق هو إعمال أحكام قانون النموذجي للأمم المتحدة، وسوف نعرض النزاع أمام مركز تحكيم التجاري الدولي بالإسكندرية. أكتشف أن اللائحة الخاصة بهذا المركز لا تقر نظام التحكيم المعمول في اليو ان ساتر أو قانون نموذجي للتحكيم الدولي، أو أن أنا قلت هطبق قواعد الاي سي سي الانترناشونال كوميرشال شامبر اللي هي غرفة التجارة الدولية، وأكتشف أن هذا المركز يقول لي لا أنا آسف أنا ما بطبقش هذه اللائحة. إذا حدث عندي هنا خلاف، وحدث عندي نزاع، هذا النزاع قوي جدا قد يبطل الاتفاق على التحكيم، وبالتالي يجب علي كطرف قانوني في الشركة، مستشار قانوني للشركة أو مسؤول الشؤون القانونية للشركة، في حالة مراجعتي لعقود هذه الشركات أو هذا نظام الاتفاقات من التحكيم، يجب ان انا ارجع للقوانين الاصليه نفسها واشوف لائحه المركز وقوانين المركز هتطبق ايه وهترفض ايه. شكل اخر تشمله احكام خاصه بالتحكيم. يعني ايه كلمه تشمله احكام خاصه بالتحكيم؟ انا جيت قلت ان انا هطبق القانون الانجليزي على واقع النزاع. في حاله ان انا اشرت لتطبيق القانون الانجليزي على واقع النزاع، ممكن جدا يحتج علي الطرف الاخر ويقول لي خد بال حضرتك ما تطبقليش بقى قواعد القانون المصري الخاصه بالتحكيم، انا هطبق القانون الانجليزي على موضوع النزاع، بس يجب ان يشمل الخضوع لقوانين التحكيم المعمول بها في انجلترا. وبالتالي اذا جيت قرات نظم التحكيم المتعلقة بالنظام الإنجليزي
كل نظام قانوني لديه ما يسمى بقواعد التنازل. يعني ايه؟ يعني ممكن النظام القانوني هناك في انجلترا يقول لي اذا كان الطرف المدعي اجنبيا وليس انجليزيا فيطبق قانون جنسيته، وبالتالي انا لجأت في اتفاق التحكيم على تطبيق قواعد القانون الانجليزي على موضوع النزاع، وبعد ما لجأت الى احكام التحكيم في القانون الانجليزي وطبقتها على نظام التحكيم اللي انا بنظره في قضية التحكيم، اكتشف ان هناك قاعدة تنازع تحيل الى قانون جنسية المدعي، اللي هي مثلا جنسية اماراتية او سعودية او مصرية، تعيدني مرة اخرى الى تطبيق احكام القانون المصري، وان تطبيق الى احكام القانون الانجليزي كان فيها بطلان، وانا لم احصل على هذه المعلومة نتيجة عدم مراجعتي لقواعد التنازع الموجودة في القانون الواجب التطبيق بناء على الاتفاق الذي نص بيننا، وليس القانون الواجب التطبيق بناء على نص القانون. فدي مسألة من المسائل المتنازع عليها، من المسائل التي قد تفسد كافة إجراءات التحكيم جميعها. وبالتالي في حالة الاتفاق على التحكيم، إذا أردت أن أنا أطبق قانون دولي أو نظام تحكيم دولي أو اتفاقية أو وثيقة أو قانون أجنبي، يجب علي قبل الرجوع إلى هذا القانون أن أرجع إلى قواعد التنازع الخاصة بهذا القانون حتى أفهم منها وأقف على حقيقة موقفي أو وضعي. هل أنا هطبق ساعتها القانون بتاعي، ولا هطبق القانون ده، ولا هطبق قانون دولة ثالثة أخرى؟ قواعد التنازع قواعد كبيرة جدا وموضوع يطول شرحه، ولكن هذه المادة من المواد التي قد تعرقل تماما إجراءات التحكيم وتفسدها وتبطلها. وبالتالي ما أستخلص منه في هذا الفيديو أنه يجب على حضرتك قبل الاتفاق على تطبيق أي نظام قانوني أجنبي أن تراجعه وتراجع ما يفيد قواعد التنازع المتعلقة به لمعرفة القانون الواجب التطبيق. كان مع حضراتكم الدكتور وليد وهبة المحامي، شكرا جزيلا.